ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا ابو الخير؟ ايش دخلك بامر الغير؟ ايش دخلك؟ ايش دخلك بامر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابدا تشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما أحتمل أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما الباب وابو الخير مالهم مال الغير، مالباق وابو الخير مالهم مال الغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا هلا، من وين وعلى وين؟ الحقيقة أنا جاي من الداخلية ورايح مسقط. مستعجل؟ لا والله ما مستعجل كثير، يعني ليش تسأل؟ لا إذا كنت مستعجل بوصلك وما بوقف. قصدك تسوي مثل اللي ركبت معه تاخذ علي انجيج؟ هو المعنى كذاك. لا أخوي ما مستعجل، خد راحتك. السلام عليكم يا جماعة. أقول الأخو يقولوا عندكم زحمة في مسقط. أنا اليوم صدقت اليوم. ما مصدق وايد يعني. شوية. ظاهر إنك تحب السوالف. يا أخوي. الواحد ما يضمن إذا ما سولف اليوم يمكن بكرة ما يسولف. ويصير مثل اللي بعد العصر ما ينباع.
قصدك الليمون. فعلا الليمون بعد ما حد يعصره ما حد يشتري، صح؟ صح كلامك يا اخوي، صح. انا صرت مثل الليمون بعد ما انعصر، اقصد بعد ما انكسر، بعد ما بعد ما انزل بيكون ما مني فايده. يلا يلا فتحوا الجامعة يا جماعه، فتحوا الجامعة، فتحوا الجامعة. ما يحتاج، ما يحتاج فتحوا الجامعة. برد حتى برد، والله برد، انا بردان مرتاح. اقول بدر، انا طالع عمر على الشركه المشرف المشروع. زين الله معك. ما توقعت انك تداوم اليوم. يمكن ما داوم بكره، من يعرف. بصراحه انا محتار ايش اسوي مع ابوك. سوي اللي هو يريده وجيب واحد من اهلك. انا ما عندي غير خالي، واخاف ابوك يغلط بالكلام معاه، وهذاك ريال ما يحب الغلط. ابوي يريد يزوجني مثل خواتي، واحد غني وهذاك عنده مصنع. وانت ايش رديتي عليه؟ آسف، خلني التعبير. هلا. أيوه العم براشد. خالي؟ لا ما وصل. ليش هو جاي مسقط؟ زين، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أول ما يوصل أنا بطمنك عنه. إن شاء الله. مع السلامة. هذا العم براشد يقول ان خالي مو موجود في البلد. انزين، يمكن جاي هني. اتمنى، انا فعلا محتاج الخال هاليومين. انزين، هو ما يعرف عنوانك؟ ايوه انا اعطيته اياه. يا ترى انت وين الحين يا ابو الخير؟ هلا، على وين بضل مسقط؟ ها؟ نعم نعم، على هذا العنوان. هات. زين زين، الله يخليك، اتحرك بسرعة، أنا أحس عمري بقتنك. كيف مستعجل؟ تريد تاخذ نجيج يعني؟ إذا كنت مستعجل. لا 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 ما مستعجل، بس لا تقرب ذي الجماعة اللي نزلوا. هلا اخ، اشوفك سكت، مالك؟ لا ابدا، حسبتك متضايق من سؤالاتي. لا انا ما اتضايق الا من الحساد. الحساد؟ هي الحساد اللي يحسد الواحد على اقل شيء. عندك بالمثل، انا سايق تاكسي، في ايش تحسد؟ ما شاء الله، انتوا تكدوا. نعم تكدوا. مالك ضربت بريك؟ هذا هو الحسد بعينه. يا اخوي انا ما احسدك، لا تقلبنا الله يهديك، المساله ما مستاهله. كل واحد ياخذ رزقه في هالدنيا. كلهم هذا اللي يلومونه ويقول انا ناخذ انجاز. ترى يا اخوي ما كل واحد يقدر يدفع انجاز، وانتو لازم تراعوا. واحنا من يراعينا؟ كيف يعني؟ ما فهمت قصدك. الحين التاكسي مو لوحده في الشارع، عندك السيارات الصغيره والمواصلات، هذا من غير البيك اب، يعني التاكسي قل شغله. المهم في فايده ولا لا؟ بصراحه اللي متفرغ التاكسي اكيد بيحصل فايده. هلأ وصلنا؟ لا ما وصلنا، وصل بترول بس. يا و
السلام عليكم الاخ. عليكم السلام. لو سمحت ابغى اخذ صلاتك من جيك، مستعجل شوي. هلا اخي، ايش رايك؟ كيف تاخذ رايك؟ سير حالك ولا حالك؟ سلامك الله يديك. انا تاركب معاه الحين. شو 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 اسمع ايه؟ كان تبغى تشتغل وديني انجيش، بعدين تقوم تصيح وعاد، ماشي شغل؟ ماشي شغل. يا اخي هدي نفسك بالاول. انا مهدي نفسي. تفاهم معه. الحين لا، لازم تدفع انجيك اذا تبغى انا اوصلك. سمعت؟ ما ادفع. ما تدفع؟ لا، عقب الجل انا مستعد ادفع انجيك. ما انزل. انت 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 انسان ما تفهمت. انا ما اتفاهم ولا تجلس تصرخ. انا ما اصرخ، انا كلامي كلام هذا عادي. هذا انسان غريب، ولما تبون غريب يكلمونه. بس اسكت اسكت بس. يا بس اسكت علي. اسكت. زين يا جماعه، انا عندي الحل. ركب انت وان شاء الله بوصل كل واحد بوقته. انا ما ادري هذه الاشكال من هندي. كيف؟ كلمني انا؟ لا، من كلمك انت؟ هتكلمك؟ كلمني انا؟ وانت مالك واقف؟ اقول لك وصل المستشفى النهارده. يلا. الله يخليك خير العب. خالد طول عمره ما استقر في مكان. بعد ما توفت زوجته الله يرحمها انتقل من الباطن للداخلية. الظاهر ان خالك يحب التغيير. لا بس هو طيب، ولما ما يعجبه المكان يغيره. انزين بدر، يعني اذا كان عاجبنا المكان يظل فيه على طول؟ ايوه، ويهتم بالناس ومشاكلهم، ويحاول بعد ان يدور له حلول، وللاسف حلوله اللي تجيب من باب الفطره تسبب له مشاكل. وانت؟ انا ايش؟ يعني انت كيف جيت مسقط؟ انا تعلمت هنا لان ابوي كان يشتغل هنا وانا وحيده، وبعد ما توفى الله يرحمه انا استقليت بنفسي وخذيت لي شقه. انزين بدر، يعني انت ما تفكر ترجع للبلد مره ثانيه؟ من حيث التفكير فصراحة لا، أنا ما أفكر، لكن ما أدري، كل شيء جايز. أيوة، لحظة ربيع. هلا. أيوة ربيع، تبعدك هناك؟ خير، إيش اللي صاير؟ تريدني أجيلك؟ يا أخي حاول تتفاهم معاهم. زين زين زين، خلاص خلاص، لا تصدقني، خلاص بجيل، خلاص يلا مع السلامة. خير؟ ايش في ربيع؟ يقول ما قادر يتفاهم مع جماعة الشركة المشرف على المشروع، بروح له. زين، لا تتأخر. لا ما بتأخر. على فكرة خالي ابو الخير يمكن يمر هنا، خليه ينتظرني. انا خبرتك من الاول وانت اللي ما رضيت. يعني ايش؟ يعني اذا كنت مستعجل تدفع الاجره وخلي تاكسي ثاني. بعدني ما بتحرك، بشوف يا انا يا انت يا هذا الشخص. انا وصلت. يلا هات حق. يلا يلا ان شاء الله ما طلع فيك شيء. ايش قصدك يعني؟ ما قصدت، شفتك تاخرت واجد، قلت يمكن طلع فيك شيء لا سمح الله. فال الله ولا فالك. اسمع، انا انسان متعافي ما في شيء ابدا، لكن مسوي فحوصات، جيت براجع فحوصاتي وقالوا الحمد لله ما فيك شيء. يلا يلا مشي، يلا يلا خل علينا. يلا امشي 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 امشي، ما عنده سالفة هذا البقر. لا 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 امشي. اقول اخ اسمح لي، يكون عطلتك شوية بس منك اسمعها. ما عليه، صحيح انك عطلتني وهلكتني وضايقتني، لكن يلا تراها الناس للناس. والنعم بك، اسميك انسان شهم وقبالي نعم. اقول اخ، انت مو اسمك انت؟ اخوك ابو الخير بن مبارك بن جمعه بن علي بن جمعه بن علي. والنعم. والاخو ثابت بن سعيد بن ناصر بن علي بن محمد بن غبيش. وينادوني؟ نعم، اهلا وسهلا الاخ ثابت. اقول اخ، نعم، ترى اليوم ما تتخدى عندنا. لا لا اخوي، ما له داعي، مره ثانيه مره ثانيه. لا مره ثانيه، هنا اشوفك. اتتخدى عندي اليوم اقول لك؟ لا ما عليه يا اخوي ما عليه، انا الله يسلمك جاي تعبان واريد ارتاح. اسمع يا ابو الخير، احنا ناس نعرف الواجب، فعيب ان عزمك وانت تغدني.
أنا ما أردك يا أخوي، بس تعبان تعبان. شيخ إنك ترتاح ببيتي، أتتغدى ببيتي، أنت ما معذور البر. إيه بس يعني لا تكيس تناطح بالكلام، لا تناطح بالكلام. قلت لك أتتغدى، أتتغدى، أنا غاي ما ترجع عن البر. صاير ملبق أشوفه. أه أنت من قال لك هالكلمة؟ كيف عرفتها؟ ما حد قال لي هالكلام، بس أشوفك شاب نار ما تتكلم. أبوي مهما قلت من كلام فغداك عندي يا تتغدى عندي، أنا غاي ما أتنازل عن البر. ايوه لو يا اخي قبل العزومة الرجال جالس يعازمك. اول كلمة زينة تقولها من يومك قبل معاك، صح لسانك. انا ما علي يا اخوي، موافق على العزومة بس على شرط. اول شيء اسير حال ولد اختي بدر في الشغل. اجي معاك؟ اقول لك تعال معي البيت واتصل فيه مهناك وقول له يجيك. اي نعم، انا تغني قراري واحد، ما ارجع في قراري ابدا. ألو خالتي أصيلة، أنا زهرة. كيف؟ أنا أريدش تطمنيني وتقولي ليش ناوية تسوي. كيف ما أهتم يا خالتي؟ خلاص إنزين، أنا جاية عندش. وهذه هي أخبارك يا أبو الخير؟ أي نعم، وقلت عاد ماشي اللي اجي اعيش عند ولد اختي. ونعم الراي، ونعم الراي. ناس ما تقدر، نعم ناس ما تقدر. عندك مثلا انا يقولوا عني وانا عصبي واحمق. تو انا بالله عليك لك ذاك ذاك. ايوه ابو الخير. لا يعني ما كثير، شويه تشخط ما بواي. احسنت احسنت. المهم قول لي انت ايش ناوي تشتغل؟ والله انا ناوي اشتغل سايق تاكسي. الله يهديك يا ابو الخير، سايق تاكسي؟ عاد ما لقيت لي هذه المهنه هذه؟ ايش فيه؟ مهنه زينه، وبعدين على الاقل تشوف الناس وتتكلم معاهم وراها فايده. اما انا بالنسبه لي هذا الشغل ما اصلح لي. ليه؟ لاني ما احب السواقه وما عندي ليسن. حتى انا بعد ما عندي ليسن ترى. وابوي ما عندك ليسن باغي تسوق تاكسي؟ عقب غابت خط الله. مالك؟ اجي قمت تخربط اشوفهم؟ كيف ما خربك؟ كيف ما خبقوني؟ أنا باقي تسوق تاكسي وما عندك ليسن؟ ستراني بتعلم السواقة وباخذ ليسن على أبوك أنت. الله يهديك الله يهديك. تو أنت بالله عليك تفكر هاي السواقة سهلة؟ هذه صعبة. الحين اللي يسمعك يقول مرة كأنك جربت السواقة أنت. أنا جربت سواقة نعم، جربت وقلت لي معلم يعلم السواقة، لكن أنا وياه اختلفنا. أكيد عصبت عليه عجب. لا 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 لا، هو عصبي. هو عصبي. صح صدقك هو عصبي. انت متهوم انت. لا لا هو عصبي. اقول الحين خلتنا السالفه وابوي سرقي بالتليفون باتصل ببدر. اي والله اي والله. لحظه شوي لحظه بخير. لحظه لحظه اطلع عليك. بدر انت ايش تسوي هني؟ بالاول انت قول لي ايش انت تسوي هني؟ انا هذا بيت خالتي اصيله وقايه عندها. وانا خالي معزوم هني عند واحد. فضلي. بدر تاكد ليكون ما هو هذا العنوان، ترى هذا بيت خالتي اصيله خاف يشوفوني. زين اقول لك دخل انت وشوف اذا خالي بالخير هناك ولا لا، وانا بحارس هني بنتظر. احسنت. ما شاء الله ما شاء الله، المصنع كبير كبير يا شمج. تأكد يا سعد انه اذا تم الزواج بيكون المصنع لزهرة بنتك.
هي ما أقل من زوجات الثلاث، وكل واحدة عندها عمارة، وانت بعد طلباتك تتنفس، المهم بس تعجل الزواج. صحيح يا شمي. سايق تاكسي عادي يا خالي؟ أنا أشوف هذه الشغلة ما تناسبك. اسمح أنت، وأنا أشوفها تناسبني. المسألة تريد دراسة. ما تريد امتحان مرة واحدة بعد؟ يا خالي هناك في شغلات كثيرة بإمكانك تشتغلهن غير هذه، بس مو الحين. متى يعني؟ ولا تريدني أعيش واكل على حسابك؟ يا الله يا خالي، أنت ماخذ الموضوع بهذه الدرجة، بهذه الحساسية لهذه الدرجة؟ لا يا حبيبي، أنا ماخذ الموضوع بعقل يا إنسان. عقل؟ أي عقل؟ العقل اللي يقول مد ريولك على قد لحافك، والعقل اللي يقول لا تكثر الدوس على الخلان، ومن كثرة الدوس ما يملوك. خالي أنت محتاج إنك الحين فرقة تغني معك. الله يهديك يا خالي، تراك أنت الحين بتعيش معي، وقدام في المستقبل بتشوف لك شغل وبتشتغل. ما دام انك قلت عن المستقبل، فإذا لازم تفكر في المستقبل يا شاطر. هذا ما كلامك. لا لا كلامي. كيف يعني ما اعرف اتكلم؟ لا لا خالي تعرف تتكلم، بس انت اكيد سمعت هذا الكلام في مكان. هو في حقيقة انا هالكلام سامعنه في راديو. انزين المهم ايش قلت؟ اقول ممكن نأجل هذا الموضوع لحد ما اشوف حل مشكلتي. هو تعال انت بعد مشكلتك مشكلة انت بعد. ويا خالي اريد حل سريع وعاجل. زين انت متأكد انك تريدها؟ والله العظيم اريد حل. لا تحلف، ترى كثرة الحلفان مبزينة. زين ما بحلف، بس والله اريدها، وقلبي يدق لما يشوفها. ما انت هيا العيال، يعني الحين انت قلبك واقف يعني واقف؟ لا خالي أنا قصدي يعني لما أشوفها قلبي تزيد خفقاتها. خالي أنت أكيد مريت بهذه المرحلة. يعني قصدك أن قلبي تزيد دقاته؟ أيوة، ويسوي بوف بوف بوف. هو سوى مرة بوف بوف ديك السنة سوى. متى؟ يوم طحت في طول المزرعة. زين أنت متأكد أنها هي تريدك؟ متأكد؟ والله انها تريدني، وقلبها خالي خالي بعد قلبها يسوي بوف بوف، لكن ترى ما طاحت في طوي. الماشي غير ثابت لانه يعرف خالته. سمعي يا اصيله سمعيني زين، زهره ما حد يتزوجها الا فريد ودخوي. اقول لك زهره خطبها اليوم زميلها، اليوم انا شفته بدر. بدر ما بدر، انا ما يمشي عندي. ان شاء الله الناس يخطبوها كلهم، لكن فريد هو اللي يتزوجها. آه فريد ما قال إنه يبغاها. آه ما قال. هي جالس كذا تصرخ. كأني اندفعت شوية. لو تبغى الصدق ما شوية واجد. إن شاء الله ما دعمت حد. أقول أصيلة، فريد بعد ذيك المكالمة ما كلمش مرة ثانية؟ لا والله، بعد هذيك المرة اللي قال لي كلام أنا وحدي ما فهمت إنه. إنزين الله يهديش. يوم ما فهمتي خبريني، انا افهمش، انا افسرلك الكلام زين. مو قال الله يسلمك، قال يا امي صبر خلنا نتذكر. هي قال يا امي انا تكيفت في العيشه هنا. تكيفت هي 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 هذه الكلمه ابو، انا ما فهمتنها. ها هذه بسيطه، ماشي ابسط منها. كيفت يقصد انه اشترى له مكيف وجلس يتكيف به. الله يسلمك، هناك في اوروبا، في اوروبا هناك عندهم حر ما كمان هنا برد شديد. كذا هي السالفه. ها زهره، كتبت عنوان هذا اللي جاي يخطبك؟ كتبت، بس ارجوك بدر لا تروح لانت. لا ليش ما اروح؟ لازم اروح اكلمه، اصلا ما في حل ثاني. هسه يطلع رجال يتفهم. أخاف إنه ما يفهم منك أنت بالذات، وأخاف إنك تختلف معاه بالكلام. وبعدين إذا ما في إلا الخال. خالك بالخير؟ ما في غيره؟ بصراحة لا،
بعد ما كلمتني عنه ما أظن إنه هو الشخص المناسب عشان يقوم بهذه المهمة. لا الخال ما يخاف عليه، وبعدين عنده العم ثابت، وهذول الناس عندهم الخبرة والتأكيد بيعرفوا يتصرفوا. الله يستر. Hey.